بص بقى يا زعيم، ايه رايك نبتدي معاك بتوابع السوبر الافريقي والحاله المعنويه المرتفعه طبعا. واخيرا الاجازه اللي حصل عليها كل اللاعبين عن جداره واستحقاق الحقيقه. الى اي درجه الكلام ده ممكن يبقى له انعكاسات طيبه في لقاء الترجي وخصوصا اللقاء؟ وطبعا اعتقد الفتره الحاليه جت في وقتها، والاجازه دي كمان والراحه طبعا. دي جت للعيبه بصراحه بعد فتره من الضغط، يعني صعب جدا جدا على اي لاعب كره ان هو يتحمل الضغط اللي حصل للاعب نادي الاهلي خلال الفتره الاخيره وكم السفر الكبير. يعني لو بنتكلم مثلا من ساعه فاينل القضيه ممكن بتاع قفشه، تتكلم فتره طويله جدا بتروح قطر وبتسافر تنزانيا وبتسافر جنوب افريقيا وبتسافر كينشاسا في الكونغو الديمقراطيه وداخل مصر بتسافر بتلف كل المحافظات عشان تلعب مباريات في الدوري وفي الكاس وبتلعب في دوري ابطال افريقيا وفي كاس عالم انديه. طبعا ضغط فظيع جدا، الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر الامور بان تيجي فتره الراحه دي. وجات بعد وجهه نظر شخصيه، جت بعد تعب الاعلاميين، مش من لجنه اتحاد الكوره، يعني اللجنه ما كانتش عارفه ان ما ينفعش ان هي تحط مباريات للنادي الاهلي طالما ان في اكتر من 2 لاعبين من القائمه بتاعته تم استدعائهم للمنتخبات الوطنيه المختلفه في الاجنده الدوليه. طبعا فلما طبعا الامر تم اثارته اعلاميا، اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره رجعت اللوائح فلقيت ان الكلام طلع صح، فقالوا يا خبر ابيض اه والله ده الكلام طلع صح، والنادي طبعا بعت فاكس طب يا جماعه اجلوا الماتشات. فطبعا الحمد لله اعتقد يعني ربنا سبحانه وتعالى هو كاتب للعيبه ان هم يستحقوا الراحه دي قبل طبعا برضه فتره ضغط جايه ان شاء الله. وانت بتتك على جمله